الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف موضوع تحليل التباين باتجاه واحد باستخدام مثال عملي يعني فيه أرقام، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية عن علامات التحصيل، العلامات الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات النهائية لثلاث مجموعات من الطلبة المسجلين في مساق مبادئ الاقتصاد الجزئي. يقوم المدرس ألف بتدريس المجموعة الأولى، ويقوم المدرس باء بتدريس المجموعة الثانية، ويقوم المدرس جيم بتدريس المجموعة الثالثة. إذن لدينا ثلاث مجموعات، هذه المجموعة الأولى، هذه المجموعة الثانية، هذه المجموعة الثالثة. من يقوم برعاية أو يتولى تدريس هذه المجموعة هو المدرس ألف، ويتولى المدرس باء تدريس المجموعة الثانية، وأخيرا يتولى المدرس جيم تدريس المجموعة الثالثة. الآن قام رئيس قسم الاقتصاد المحترم بأخذ عينة، هذا السؤال، قام رئيس قسم الاقتصاد بسحب عينة عشوائية حجمها 10 طلاب من كل مجموعة، أخذ علامات 10 طلاب تحصيلهم في الامتحان النهائي من هذه المجموعة، 10 طلاب من هذه المجموعة، وعشرة طلاب من هذه المجموعة، وعشرة طلاب من هذه المجموعة، وقام بحساب متوسط العلامة النهائي لكل مجموعة. الآن السؤال، كيف يمكن لرئيس القسم أن يتأكد بأن طلبة المجموعات الثلاثة يدرسون الأفكار نفسها من مدرسي المساق المختلفين ألف وباء وجيم؟ يعني الآن المدرسين ألف وباء جيم، المدرس ألف يتولى تدريس هؤلاء، فكيف لنا أن نتأكد بأنه ما يقوم إعطاهم من علومات وتدريسهم لا يختلف عن المدرس باء ولا يختلف عن المدرس جيم؟ هذا هو السؤال، وهو طبعا موضوع تحليل التباين باتجاه واحد. نكمل على بركة الله. هذا الافتراض تبعنا أنه قام رئيس القسم بأخذ عينة من علامات الطلاب بحجم العينة 10 طلاب من كل مجموعة، وقام بحساب المتوسط لكل مجموعة. الآن لنفترض بأن نتائج عينات الثلاث كانت كما يلي، يعني بمعنى آخر أنه العلامات هذه، المجموعة الأولى كانت علامة الطالب يعني الأول بالعينة مثلا 7، مش أول بمعنى بدرجته، يعني هذا الأول واحد كانت 67، الطالب الثاني 71، ثم 69، وهكذا، فكانت 60. إذن 10 طلاب هذه علاماتهم. عندي 10 طلاب ثانيين من المجموعة الثانية، هذه علاماتهم 90 90 81 52، والمجموعة الثالثة والأخيرة هي الآن علاماتهم 71 57 90، وهكذا إلى أن نصل 60. الآن هذه المجموعات، قام الإجابة على هذا السؤال طبعا على يحتاج إلى معرفة ما يسمى تحليل التباين analysis of variance باتجاه واحد كما ذكرنا، لأنه فقط متغير واحد وهو العلامات. وملخصه يكمن في اختبار فرضية من الشكل التالي. هاي الآن الفرضية H not، هذه فرضية العدم، تدعي أو تقول بأن متوسط المجتمع للمجموعة الأولى لا يختلف عن متوسط مجتمع المجموعة الثانية، ولا يختلف عن متوسط المجتمع للمجموعة الثالثة، أي أن المتوسطات كلها متساوية. ما يعني هذه الفرضية؟ تقول بأن المدرسين يعطون الطلبة المعلومات ذاتها. الفرضية البديلة بتقول لا لا، أوكي، يختلف متوسط المجموعة الأولى عن متوسط المجموعة الثانية عن متوسط المجموعة الثالثة. طبعا هذا المتوسط هو متوسط المجتمع الإحصائي، يعني كل الطلاب المجموعة الأولى، كل الطلاب المجموعة الثانية، كل الطلاب المجموعة الثالثة. لا، العين الآن ستختلف، حيث ترمز ميو إلى متوسط المجتمع الإحصائي، وهذا يستوجب قيامنا باحتساب متوسط كل عينة باعتبارها ممثلة عن متوسط كل مجتمع إحصائي من المجتمعات الثلاثة، واختبار الفرضيات باستخدام F حسب خطوات محددة كما يلي. لكن تذكروا هذه البيانات، العلامات من كل مجموعة من العينة، طبعا هي عينة الأولى الثانية الثالثة، وهذه الآن الفرضيتين، فرضية العدم تدعي بأن كل متوسط متشابهة، أما الفرضية البديلة بيقول لا، المتوسطات لا تساوي بعضها بعضا، لا تتشابه، بمعنى آخر بأن هناك اختلاف في المعلومات التي يتلقاها الطلبة في كل مجموعة. لكن تذكروا أنه هذه عينة، هاي 10 طلاب، بمعنى آخر العينة من المجموعة الأولى، العينة من المجموعة الثانية، العينة من المجموعة الثالثة. نكمل.
الخطوة الأولى حسب حساب متوسط كل مجموعة. الآن صنعت هذه المجموعة الأولى، مجموعة الثانية، مجموعة الثالثة. الآن المتوسط الحسابي الآن وليس ميو، لأن ميو قبل قليل قلنا أنها متوسط المجتمع كله لكل المجموعة الأولى، لكن الآن متوسط العينة التي أخذناها من المجموعة الأولى، ثم متوسط العينة من المجموعة الثانية، متوسط العينة من المجموعة الثالثة. فمتوسط العينة من المجموعة الأولى يساوي، يعني معروف هذه الصيغة الرياضياتية، مجموع القيم هذه نجمعها كلها بنقسمها على عدد الأشخاص اللي أخذناهم اللي هم 10، وبالتالي كانت القيمة على برنامج أكسل 679 قسم على 10 يساوي 67.9. هاي المتوسط الأول. المتوسط الثاني كان مجموع 710 على 10 يساوي 71. المتوسط الثالث يساوي 69، هو 699 على 10 قسم يعني تساوي 69.9. الآن هذا الآن متوسط المجموعة الأولى، هذا متوسط المجموعة الثانية، وهذا متوسط المجموعة الثالثة. الآن الخطوة الثانية حساب ما يسمى مجموع المربعات sum of squares within the group. يعني الآن بدي الفرق بين كل قيمة من هذه القيم، القيمة هذه مطروح منها هذا المتوسط ومربع، يعني منربع الفرق بيناتهم، منطلع ما يسمى أول قيمة بالsum of squares هذا ثم نجمعهم. فهاي مثلا هنا أحب، طبعا هاي الصيغة الرياضياتية لمجموع المربعات أو مجموع التغاير، هنا SSW للمجموعة I مجموع الفرق بين كل قيمة، هاي القيمة 67 لحالة، يعني هاي X الأولى X الثانية X الثالثة وهكذا، كذلك الأمر نكرر هنا. فالفرق بين كل قيمة ومتوسطها الحسابي مربع، ثم نجمع هذه القيم. فعندي هنا أول قيمة 67 مطروح منها المتوسط الحسابي للمجموعة الأولى اللي هو 67.7 تربيع، فكانت القيمة يعني النتيجة تساوي 0.81. عندي القيمة الثانية 71 مطروح منها 67.7 تربيع، النتيجة كانت 9.61، وهكذا لن أكرر ذلك. قمت الآن قمت بحساب كل هذه القيم على الإكسل، فكانت هذه القيم ثم هنا هذه القيم ثم المجموعة هذه القيم. الآن نجمع هاي، الآن نريد أن نجمع كل هذه القيم. هذا الآن مجموع هذه القيمة، مجموع هذه القيم، مجموع هذه القيم اللي هو أول مجموع، هذا أول مجموع يساوي 1082.9. مجموع القيم هنا للمجموعة الثانية 2266، مجموع القيم الثالثة 1861. فهنا أحبتي هاي المجموع أوكي، مهم جدا. الآن نجمع هذه القيم، الآن أوكي. هنا طبعا بذكركم أنه مجموع المربعات لكل مجموعة، هاي مجموع المربعات لكل مجموعة 1082.9 22.66 18.61. من هنا الآن مجموع كل هذا الكلام، هنا مجموع المجموع المربعات هو عبارة total SSW تساوي هذه القيمة زائد هذه القيمة زائد القيمة 1082.7 زائد 2266 زائد 1861 تساوي 5209.9. نكمل على بركة الله نحو الآن نتقدم نحو الخطوة الثانية. الخطوة التمثيل هنا قبل الخطوة الثانية، التمثيل لاحظوا لي أنه التمثيل الصوري فقط لا غير. في المجموعة الأولى أعظم قيمة 90، المجموعة الثانية أعظم قيمة 90، المجموعة الثالثة أعظم قيمة 90. لاحظوا القيم متشابهة، هنا أدنى قيمة 51، هنا أدنى قيمة 52، أدنى قيمة 52، لكن لاحظوا بأن متوسط المجموعة الأولى 67.9، نفترض أنه بهذا الموقع، هنا متوسط المجموعة القيمة الثانية 71، لاحظوا ارتفع شوي، هنا انخفض شوي عن الثاني لكنه مرتفع عن الأول. السؤال هل الفرق بين، يعني هذا الفرق من هون لهنا ومن هنا إلى هنا، هل هذا الفرق أو الفروقات البسيطة في هذا تشير إلى اختلاف المعلومات التي يتلقاها الطلبة في المجموعات الثلاث المدرسين؟ الإجابة تكمن في تحليل التباين. نستمر الآن بالحديث عن الخطوة الثانية. الخطوة الثانية حساب ما يسمى مجموع المربعات بين المجموعات الثلاثة sum of squares between groups للمجموعات الثلاثة. الآن
هذا الآن لاحظوا لي SSB تساوي لكل مجموعة حاصل جمع الفرق بين متوسط كل مجموعة ومتوسط كل المجموعات مجتمعة مع بعض تربيع، وتساوي الذي يعرف منكم رياضيات وإن لم يعرف يعني يمكن أن يبحث عن هذه الصيغة الرياضياتية، تساوي حجم العينة مضروب في لكل واحدة طبعا هنا 10 في كل الحالات مضروب في حاصل الفرق المربع بين المجموعة الأولى ومتوسط كل القيم تربيع. أوكي؟ خلنا الآن نجربها. هي ترمز XI لمتوسط كل مجموعة لوحدها وترمز XI لمتوسط كل المجموعات الثلاثة مجتمعة Average of all groups combined. وقد بلغ هذا المتوسط الـ X bar bar هنا يساوي 69.9، يعني بمعنى آخر أخذنا كل العينات 10 زائد 10 زائد 10 جمعناها وحصلنا على متوسطها فكان 69.6. ما يعني الآن بأن SSB يكون كمالي للمجموعة الأولى، هذه هي طبعا هذه 10 وهي المجموعة الأولى، تساوي 10 في هذا متوسطها الآن مطروح منه متوسط الكل تربيع يساوي 28.7. المجموعة الثانية هذا متوسطها مطروح من متوسط الكل وتساوي 10 في 71 مطروح من 69.9 تربيع تساوي 19.6، وأخيرا المجموعة الثالثة والأخيرة اللي هو 10 في 69.9 سالب 69.6 كل تربيع يساوي 9. جمعنا كل هذه المجموعات، يعني الآن هذه متوسطهم كلياتهم 67.6، متوسط هذه المجموعة 71، متوسط هذه المجموعة 69.7، لكن متوسط الثلاثين كلهن وانا حصلت اكس تساوي اكس دبل بار تساوي 69.6، لان هنا المجموع يساوي 49.4، لكن الان عندنا مجموع ما قبل قليل جمعنا كل المتوسط لكل مجموعة لحال كانت 5209.9، وهنا الاس اس بي لوحدي لكل واحد له حال كانت 49.7. نتابع على بركة الله. يعرف التغير الكلي الرياضياتي كما يلي. الآن الصيغة الرياضياتية SST تساوي SSW حسبناه قبل قليل زائد SSB حسبناه قبل قليل وتساوي 5209.7 زائد 49 وتساوي 5259.3. الآن الخطوة الرابعة، دعنا نعرف الكمية سي بأنها عدد المجموعات وهي 3، ونعرف أن بأنها مجموع حجم العينات 3 اللي هي 30، يعني هون عندي 3 مجموعات، مجموعة الأولى والثانية والثالثة، وأن تساوي 30 10 زائد 10 زائد 10. بالحالة هاي تكون إحصائية F كما يلي: F تساوي MSP اللي هو mean square B و mean square W، هنا طبعا between the groups و within the group اللي هي حصل يعني قبل قليل حسبنا كل واحدة منها. SSB هذه SSB هنا هذه، وعفوا هذه، و SSW هذه هنا مقسم على عدد المجموعات بتروح منه واحد نسميه degrees of freedom أو درجات الحرية، وهنا degrees of freedom اللي هي 30 ناقص 3 يساوي 27، وبالتالي بتساوي 49.4 مقسم على 2، وهنا مقسم على 5209.27 وتساوي 24.7 مقسم على 192.952 وتساوي أقل من 1 صحيح. وهذا يؤكد بأن قيمة F قليلة، ما يعني بأنه من شك بأن المتوسطات متشابهة جدا، أي أن الطلبة يتعرضون أو يتلقون المعلومات تقريبا ذاتها من المدرسين الثلاثة، لكن دعنا نتأكد من ذلك. كيف؟ الآن الخطوة الخامسة والأخيرة هي أن نذهب إلى جدول F. لدينا الآن 2 أفقيا وعموديا 27. هنا الآن إذا كانت F المحسوبة اللي أكبر من F المجدول فإننا لا نستطيع قبول فرضية العدم. لكن لاحظوا الآن هاي 2 عموديا و27 أفقيا، القيمة هون كم هي؟ 3.354، يعني أكبر بكثير من 12% التي حصلنا عليها. الآن هذه القيمة التي حصلنا عليها قبل قليل، القيمة هي اللي هي مسميها القيمة المحسوبة لأف، هي القيمة المجدولة.
ما يعني الآن بأن بناء على هذا الاختبار بتقول فرضية العدم إنه المتوسطات متشابهة، وبالتالي رئيس القسم ارتاح وتأكد علميا على الأقل بأن الطلبة يتلقون المعلومات نفسها أو معلومات متشابهة من المدرسين المختلفين ألف وباء وجيم. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا منكم أن تعيدوا مشاهدته مرة ومرتين وثلاث حتى تستوعبوا الأفكار، وإن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الله، مقطع آخر، موضوع آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.